كل يوم وفي كل منطقة في مصر بتسمع عن واحدة اتعور أو حتى مات في خناقة، عادي بقى شيء بيحصل كل يوم. لكن الجديد المرة دي إن الخناقة مش بين ناس عادية، لأ دي خناقة ميري. الحادثة الأخيرة في المنوفية لما أمين شرطة تعدى على طيار تابع للقوات المسلحة، وبالتالي الشرطة العسكرية اتدخلت وتحول الموضوع لمشادة، يعني ما كانتش مشادة عادية، لأ دي عركة بين الطرفين. نزلنا الشارع نسأل عن اللي حصل ورأي الناس فيها، اللي شاف الخبر على الفيسبوك مثلا قال رأيه، واللي معتمد على التلفزيون ما يعرفش عن الموضوع أي حاجة. الجيش والشرطة استحالة تحصل بين الجيش والشرطة. حصلت قبل كده؟ زمان أيام الاحتلال لما الشرطة والجيش، لكن ما حصلتش قبل كده. أفتكر مين بيبقى غلطان؟ مش عارف. نمنع الحكاية دي إزاي؟ حصلوا الجيش والشرطة بقى، أنا ما أعرفش، أنا مدني على فكرة. مفيش خناقة يعني، دول الاتنين واحد، بتتكلم في ايه؟ يعني لو ايه الشرطة وايه الجيش؟ ايه الفرق؟ حتى لو في مشكلة الناس الكبيرة زي القادة دول هم يحلوها، لكن ما توصلش لكده يعني. لا والله. تفتكر مين فيهم غلطان؟ ما اعرفش والله برضه. بيحلوا الموضوع ده ازاي؟ ما اعرفش برضه. مش من هنا انا. ما انت من فين؟ ايه؟ ما انت من فين؟ من هناك. لا والله ما سمعتش عن حاجة. خالص؟ سمعتش عن الخلاف اللي حصل بين الجيش والشرطه في المنوفيه؟ ولا يحصل في خلاف ابدا نهائي، وهم كل يد واحده ضد كل اللي بيحصل في البلد، واحنا كشعب معاهم. بالنسبه المفروض يكون في توعيه لافراد الجيش وتوعيه افراد الشرطه، تمام، يحصل لهم يعني اكيد هيكون في حاجه افضل. يعني تفتكر هينتهي على ايه؟ اظن مش عارف والله. توقع اي حاجه يعني، مثلا ينتهي المحاكمه او مش هينتهي الحاجه؟ توقع ايه؟ اختفي الموضوع عادي زي كل مرة يعني. التناول الإعلامي للواقعة كان ضعيف جدا لأسباب معرفهاش، لكن الأكيد إن مواقع التواصل الاجتماعي عملت الواجب وزيادة،